صباح الورد على عيون حضراتكم، صباح جديد دايما بأمل جديد يا رب، وحلقة جديدة من برنامج صباح الورد. النهاردة الاثنين، النهاردة يوم مليء بالأحداث والأخبار والفقرات المتنوعة، هنتكلم فيه كمان عن مبادرات مختلفة، وهيكون معنا ثلاث فقرات الحقيقة، هنكمل يمكن واحدة منهم في الجزء الثاني طبعا من مشاهدتنا لمعرض الكتاب والجولة الخاصة اللي قام بيها برنامج صباح الورد في معرض الكتاب. امبارح عرضنا لكم جزء، النهاردة هنعرض الجزء الثاني. بس خلينا الأول أقول لكم طبعا أن أنا بفتقد زميلتي العزيزة مها بهنسي طبعا النهاردة، لكن هي الحقيقة يعني زي ما بيقولوا كده وعكة صحية، إن شاء الله تقوم وتخف منها بسلامة، وكده بقى اتخلصت من كل الثلاث بنات، وأنا النهاردة الولد الوحيد طالع لوحدي والبرنامج بتاعي. بس كمان انا هعمل نفس الشيء، ودي حاجه الحقيقه برضو هيكون ممكن تكون يعني متعبه شويه، بس انا الحقيقه يعني هفتقد برضو البنات الثلاثه، واتمنى اكون برضو ضيف خفيف عليكم بدون وجود سيدات وفتيات واميرات صباح الورد. خلينا نروح نقول لكم برضو انه النهارده بجانب الفقره الاولى زي ما قلنا حضراتكم معرض القاهره الدولي للكتاب، فهتبقى فيه ملامح مختلفه، اللي احنا زرنا كمان جناح جامعه الدول العربيه ضيف الشرف في المهرجان او في معرض القاهره الدولي للكتاب، وهنقول لكم النهارده يمكن صوره مختلفه، هنشوف مع حضراتكم يمكن وثائق يمكن كتير مننا بيشوفها لاول مره، وثائق تاسيس جامعه الدول العربيه والتصديق المصري عليها بخط الملك فاروق الاول ملك مصر والسودان، وهتشوفوا ايضا ملامح مختلفه من تاريخ مصر من خلال وجودنا في المعرض ده، وهنلتقي كمان بجناح ذوي الاعاقه وايه اللي بيقدمه كمان معرض القاهره الدولي للكتاب لذوي الاعاقه في نسخته وفي احتفاله بيوبيله الذهبي. والحقيقه من خلال المشاهدات كان في اقبال اكتر خلينا نقول من ذوي الاعاقه عن اي سنه، لانه في محاوله للتسهيل والتيسير والتمكين خلينا نقول والإتاحة لذوي الإعاقة في المعرض السنة دي، يعني المعروض من الكتب أيضا المناسبة لذوي الإعاقة ربما يكون أكثر، وفي اهتمام أيضا بفكرة الإتاحة سواء في التوصيل أو في دخول القاعات أو في غيرها، وبالتالي دي حاجة برضو نشكر القائمين على معرض الكتاب فيها، وندعو طبعا إلى التوسع أكثر وأكثر في خدمة ذوي الإعاقة. أما الفقرة الثانية فهتكون أيضا مرتبطة بمعرض الكتاب، لكن احنا طبعا زي ما قلنا حضراتكم برنامج صباح الورد حريص طوال فترة امتداد المعرض اللي بينتهي يوم 5 فبراير ان احنا نكون مع لقاءات مختلفة مع طبعا مجموعة كبيرة من كتابنا ومثقفينا ومبدعينا، والنهاردة هيكون معانا أيضا واحد من مبدعينا ومثقفينا الكاتب والمؤرخ الفني الأستاذ أيمن عثمان وكتابه مشخصية مصر. مشخصية مصر هو كتاب غني ومهم في حكاياته ورصده وتفاصيله عن كتير من أسماء الفنانين الكبار الحقيقة اللي احنا حبيناهم على الشاشة، خاصة طبعا في ما يسمى بزمن الفن الجميل، وحضراتكم يمكن كتير قوي بتشوفوهم في الأفلام لكن ما تعرفوش قصصهم اللي حقيقة فيها قصص كتير جدا مدهشة، وبعضهم للأسف منالش حظه من الشهرة طبعا، لكن هيظل دورهم الحقيقة مش بس الفني، دورهم الفني والإنساني دور كبير ومهم، محتاجين نوعي كتير من الأجيال حواليه. وصاحب الكتاب أيمن عثمان بذل مجهود كبير جدا عشان يجيب كتب ووثائق ويقابل ناس التقت بهؤلاء الفنانين أو بقرايبهم أو بعائلتهم عشان يقدر كمان ينقل لنا صورة عن حياة هؤلاء الفنانين. بنتكلم مثلا عن زوزو حمدي، بشارة وكيم، منسي فهمي، فردوس محمد، فنانة أيضا نوبية حسنة، حسن كامل، الحقيقة زينات صدقي، هتعرفوا كمان معلومات مختلفة ومثيرة عن قصص حياتهم النهاردة في فقرتنا الثانية. أما الفقرة الثالثة برضو هي مش بعيدة عن الثقافة والفنون اللي بنحاز دايما ليها برنامج صباح الورد، فنواصل فيها سلسلة فقرات صناعية الفن، وهيكون ضيفنا فيها الحاج سيد سيما. الحاج سيد سيما طبعا زي ما كتير ربما يكون طبعا من المتخصصين في المهنة واللي عامل في المجال ده عارفينه، لكن طبعا يمكن كتير من الأشخاص العاديين والجمهور ممكن ما يكونش تعرف بيه قبل كده. هو أشهر العاملين في مجال توريد السيارات للسينما والدراما، ويمكن عنده أكبر وأقدم أسطول من السيارات التاريخية اللي أصحابها كمان كانوا نجوم كبار جدا زي عماد حمدي، عبد الحليم حافظ، رشدي أباظة،
وغيرهم من النجوم في تاريخ السينما المصرية. الحقيقة مش بس النجوم السينما، لكن هو قدر كمان يحصل على سيارات القديمة تحت اللي هي بتبقى أنتيكات دلوقتي، خاصة في فترة ما بين العشرينات للخمسينات والستينيات. قدر يحصل كمان على سيارات لكتير من السياسيين والبشوات المهمين في ذلك الفترة، وقدر كمان انه يحصل على مجموعه من السيارات من بعض المزادات التاريخيه اللي اجرتها الحكومه المصريه، سواء ايام جمال عبد الناصر او بعض السيارات اللي تعتبر من تشريفه الرئيس الراحل طبعا انور السادات. دي برضو هتكون فقرتنا في الجزء الثالث، هيحكي لنا حكايات وقصص، وهنتفرج كمان على كتير من العربيات النادره خلينا نقول، وقصه ورا كل عربيه. استنونا كمان في فقرتنا الثالثه. طيب معلش طبعا سامحوني انه طبعا الواحد البرد بدا يرجع تاني، ويمكن الواحد صوته رايح، بس انا اخر واحد سليم في برنامج صباح الورد من المذيعين، فتستحملونا معلش شويه. النهارده هنبدا معاكم اخبارنا، يمكن ب طبعا اكيد كلنا على مواقع التواصل الاجتماعي تابعنا بالفتره اللي فاتت مبادره خليها تصدي، واللي تم اطلاقها لمواجهه ارتفاع أسعار السيارات، وشهدت حالة يعني إيجابية طبعا منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومرتبطة بثقافة الاستهلاك اللي احنا مفتقدينها هنا في مصر. وده بعيد طبعا، أو خلينا نقول يعني بشكل كبير الحملة دي قدرت تأثر على سوق السيارات، وبعض من الخبراء أشاروا أنه الحملة دي ربما تكون الحملة الاجتماعية الأنجح طوال السنوات الماضية، لأنها أثرت على السوق بشكل كبير جدا، سواء السوق الجديد أو حتى السوق المستعمل، وكان هدفها هي أنه إبراز أنه في قدر كبير أحيانا من الجشع أو المكسب الزيادة بشكل غير يعني عادل لدى التجار، طبعا خاصة بعد طبعا بداية فكرة زيرو جمارك مع أول السنة. قياسا بقى على نجاح هذه الحملة، بدأت تخرج حملات تانية برضو رفعت شعار خليها، لكن المرة دي رفعت شعار اسمه خليها تعنس. وأنا الحقيقة ما كنتش عايز أحط الحملتين في نفس السياق، لأنه خليها تصدي غير خليها تعنس. ليه بقى؟ لأن الأول حملة خليها تصدي هي حملة إيجابية بشكل أو بآخر، حملة واعية، حملة ليها هدف خلينا نقول قيم في نهاية الأمر. لكن لما تيجي تقيس وتاخد زي ما حضراتكم شايفين البوستر فكرة ما تورطش نفسك خليها تعنس، لا هنا نقف وقفة، وخاصة أن الحمل بدأت تنتشر. أولا فكرة خليها تعنس، استخدام اللفظ ما يصحش بشكل أو بآخر، وأنا بعتبره نوع من أنواع التنمر، ونوع من أنواع أيضا مهاجمة المرأة أو التحدث مع المرأة بشكل غير لائق في هذا المجتمع. أولا لأن اللي هتعنس دي هي أختك، إلا أمك، إلا يعني إلا يعني أي قريبة من قريباتك، وبالتالي لا يجوز إطلاق فكرة يعني إن احنا نقول تعنس دي. تاني حاجة إنه المجتمعات الحديثة خلاص تجاوزت فكرة العنوسة. حبيبي هو يعني رسالة ليك، هو هي برضو مش مستنياك أنت لوحدك، هي عندها حياتها وعندها طموحاتها وعندها أملها، وأصبحش فكرة العنوسة دي زي الفكر القديم البالي عندنا في المجتمع، وبالتالي هي كمان ممكن تبقى سفيرة، وزيرة، ممكن تبقى رئيسة شركة، ممكن ما تبقاش فاضية لك أصلا، ممكن ما تكونش أنت أصلا في أولوية اهتماماتها. فالمجتمعات الحديثة تجاوزت الفكرة دي بشكل أو بآخر. ثالثا مش هتفيد بحاجة، أولا اللي أعرفه أنه كمان يعني تقريبا في مجتمعنا المصري نص المجتمع تقريبا، يعني احنا بنتكلم في فرق تقريبا اقل من مليون نسبه الذكور والاناث، فلما هي تعنس هي انت كمان هتعنس زيك زيها بالظبط، لان هي يعني هتجيب منين؟ هتروح بقى تجيب جواري مثلا من سوق جواري، هتجيب منين؟ هي نفس القصه، لانه تقريبا هم النصف تقريبا بالعدد كمان بالقيمه العدديه. كمان مش حمله واحده خرجت يعني فكرة خليها تعنس، خرجت واحدة كمان اسمها خليك في حض أمك. يعني طبعا أنا يعني بعتذر عن استخدام اللفظ، بس ده اللي جاء ده اللي جاي على وسائل التواصل الاجتماعي، والتانية اسمها خليه يخلل. وده طبعا غير طبعا مجموعة من الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن عملوا الحملة المضادة دي عشان يردوا على حملة خليها تعنس. بس سواء اللي عمل الحملة دي أو سواء اللي عمل الحملة التانية، ففي كلا الحالتين لا أنت هتفيد نفسك ولا أنت هتفيد غيرك ولا هتفيد المجتمع، والاتنين الحقيقة أنا شايفهم نوع من أنواع، أنا آسف في اللفظ، نوع من أنواع الهرتلة أو الهطل اللي احنا مش محتاجينه أصلا. وفي الآخر بنقول لكم خليكم في شغلكم، خليكم في حاجة مفيدة
او خليك يعني في حمله فعلا ممكن تفيد بيها بشكل او باخر، مش اهدار للطاقات ونوع من انواع يعني خلينا نقول الردح على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الاخر جزء كبير اساسي هيروح لفكره الهاء الناس عن الهدف الحقيقي اللي احنا نتمناه، انه في الاخر الاسر بشكل او باخر يعني يسروا ولا تعسروا. احنا طبعا في ظروف اقتصاديه ربما تكون صعبه، والمجتمع بدا يغير فكره شويه بشويه فيما يتعلق بالنقطه دي، وبالتالي احنا بندعو الناس كلها ان هي تيسر في الزواج بدون بقى فكره الردح او خليها تعنس او مش تخليها تعنس، لانه في الحقيقه انا شايفه ده نوع من انواع التنمر واهدار لقيمه المراه، لان هي مش سلعه، هي مش زي خليها تصدي انت بتتعامل مع سلعه، لكن المراه ليست سلعه، فما ينفعش تقول لها خليها تعنس على اساس ان انت بتتعامل معاها كانها عربيه مثلا. وده رايي بمنتهى البساطه، واتمنى الناس يكون في تركيز اكتر فيما هو مفيد يعني لينا والمجتمع. طيب هنسيبكم دلوقتي كمان مع تقرير مهم جدا وانساني للغايه، وحقيقه بفتقد الزميله العزيزه مها ناسي هنا، لان هي طبعا من اكبر المدافعين عن حقوق الحيوان في مصر. احنا هنديكم يمكن قصه مختلفه مع حاج اسمه الحاج ضحاوي، وضحاوي ده شخص بيعيش في منطقه وسط البلد، ومهمته كل يوم هو اطعام الكلاب والقطط رغم انه الحقيقه سنه كبير وصل لستين سنه. هنشوف في التقرير ده ازاي واحد عنده ستين سنه تقريبا بيشيل كل يوم اكل وشرب ويروح يلف على القطط والكلاب عشان يطعمهم. خلينا نشوف مع حضراتكم وقابلكم بعد شويه بقى في بقيه الاخبار. والله انا كنت حضرتك شغال في اكتوبر فتره من الوقت يعني من 2005 ل 2012، ف 2007 كده ولا حاجه 2008 كنت متعود اروح اصلي في مسجد بعيد عني شويه، فكنت بلاقي الشجر زي كده عطشان، فكنت بملى شنطه املاها ميه واسقي الشجر، وبعد كده بتاخد جيركن 20 لتر. وانا جاي مره من المرات بعد صلاه الظهر لقيت قط صغير مش عارف يمشي وتعبان شويه، خدته معايا على المكتب في اكتوبر هناك، جيت اكل كل يوم احط له اكل واجيب له اكل، لما جه شهر قلنا عليك بخير. جبته معايا البيت هنا من اكتوبر لهنا رمسيس. بدات احط له اكل وبدات بقى اركز مع القطط، قطه صغيره قطه تعبانه قطه عيان الاقيها اجيبها، بقى عندي شويه قطط كتير في السطوح وفي البيت. وبدات اكلهم بقى في الشغل وفي كل مكان، بتاخد اكله معايا وانا رايح وانا كده، ومن هنا بدات القصه بتاعت ان اكل القطط والكلاب والحيوانات دي. انا بصحى عاده يعني بنام 8 بالليل، وبصحى 3 وربع او 3 ونص بكتير، بصلي القيام وبنزل اصلي الفجر، وانا نازل طبعا باخد معايا برضو ادي لهم حاجات اكل كده احط لهم ميه، وبخلص صلاه الفجر واطلع بجدد وضوئي والبس وانزل زي ما شفتين حضرتك كده، باجي على الشغل هنا بكون 6 وربع او 6 ونص بكتير، بقضي يومي هنا لغايه اخر النهار الساعة 4:30 5 بجيب أكل معايا برضو، وأنا رايح بعمل نفس النظام مع مجموعة تانية. ناس كتير بتقول لي يعني أكل بني آدم ده بتأكل قطط، طبعا بني آدم بيعرف يقول جعان وعطشان، وواحد يقول لي ما تحطش أكل هنا ارمي بعيد، وبلاقي حاجات كتير برضو إيجابية كتير، واحد يقول في ميزان حسناتك ربنا يكرمك، دي حاجات اللي بتبقى كويسة يعني. والنظرة في عين الحيوان وتحط له أكل ولا حاجة والبص بتاعته إنك أنت إزاي بتدي له أكل، يعني بيبص لك نظرة كلها يعني أنا شفقة من الحيوان نفسه وما بيأذونيش. كنت بجيب حضرتك الأكل اللي بأكله لهم بجيب لهم لانشون ومخلفات الفراخ، رجول الفراخ والحاجات دي. بالنسبة للقطط بياكل اللانشون والحاجات دي، والكلاب بتاكل رجول الفراخ والحاجات بتاعت مخلفات الفراخ. كنت جاي من البيت لغاية هنا هم بيعملوا كردون حواليه لغاية ما أوصل لغاية الشغل. مجموعة سالم مجموعة تانية، لكن ما عنديش أجازات هنا كل يوم بجيب حتى يوم الجمعة. ما تستهونش بمعروف أنت بتعمله ولو في حيوان.
اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن شفنا معاكم قصه السيد ضحاوي، الراجل الحقيقه اللي بيسعى كل يوم وعنده 60 سنه انه يلف، ينزل بنفسه يلف على القطط والكلاب. اعتقد دي رساله كلها انسانيه ورحمه. ومره تانية بفتقد الزميله العزيزه مها بهناسها وافرجها التقرير النهارده، ان شاء الله هتنبسط جدا. طيب هنروح حضراتكم كمان لبعض الاخبار السياسيه. مصر امبارح كانت مليئه برضو ببعض الاحداث السياسيه المهمه، على راسها زياره الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لمصر، واللي بدات بزيارته لمعبد ابو سمبل باسوان، واللي انتشرت فيها طبعا الصور الجميله امام الاثار مصر الفرعونيه، ورصدت ايضا اهتمامه واعجابه باثار مصر وحضارتها. وماكرون قضى في ابو سمبل تقريبا ساعتين، وكان معاه وفد فرنسي من 50 شخص، وكان من الجانب المصري زي ما شفنا في الصور ايضا الدكتور خالد العناني وزير الاثار، وايضا استاذ رانيا المشاط وزيره السياحه، وحرصوا ان هم يكونوا معاه في الجوله. وبعدها توجه ايضا لحفل غداء، وبعدها طبعا هيستكمل الزياره اللي بتستمر لثلاث ايام، هيجي بعدها للقاهره. اهميه الزياره دي ايه؟ اهميه الزياره انه هيكون فيها اهتمام بشكل خاص بالجزء المتعلق بالثقافه والسياحه ما بين فرنسا وايضا مصر، خاصه انه هذا العام هو العام الثقافي المصري الفرنسي. دي حاجه. ثانيا هيكون في بحث في مجالات تعاون فيما يتعلق بدعم المتحف المصري الكبير. كمان هيكون في جزئيه ايضا على الصعيد السياسي، انه مصر بتترأس قمه الاتحاد الافريقي، وكمان هيكون في القمه العربيه الفرنسيه في شهر فبراير، وبالتالي هذا اللقاء مهم للتنسيق ايضا في هذه الاحداث الكبيره. ده على الصعيد كمان السياسي. هيكون في كمان اهتمام بالملف الليبي اللي مصر وفرنسا بتتشارك فيه تقريبا نفس التخوفات، وطبعا هذا الملف مرتبط ايضا بملف الهجره غير الشرعيه، وفي ايضا ملفات اقليميه اخرى مهمه زي ما يحدث في فلسطين وسوريا. على الصعيد الاقتصادي كان في حديث انه هيكون في توقيع لعدد من الاتفاقات فيما يتعلق بمجالات الطاقه والنقل والمواصلات، وكمان الرئيس الفرنسي جاي مجموعه كبيره من خلينا نقول رجال الاعمال اللي هيلتقوا ايضا برجال اعمال مصريين وبالرئيس السيسي لتعزيز ودفع الاستثمار في مصر بشكل او باخر. فيما يتعلق بالصعيد العسكري يمكن كان في تصريح للإليزي انه مصر لن تستكمل صفقه الرافال هذه الايام، لكنه على اي حال هناك شراكه ايضا استراتيجيه في هذا المجال. طبعا حضراتكم عارفين صفقه طائرات الرافال والمسترال والفرقات اللي حصلت عليها مصر من فرنسا. على اي حال علاقات راسخه ووطيده، ويمكن كان بدا حتى فرانسوا اولاند وكلنا فاكرين زيارته وافتتاحه لي ايضا قناه السويس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015، في الوقت اللي كان الزعيم الفرنسي في بيصل الى مصر. كان ايضا موجود ايضا رئيس السوداني عمر البشير في زياره هامه وفي توقيت حساس للغايه، بيزور فيه القاهره لمده 24 ساعه، واعتقد غادر بالفعل. وكان في ايضا جلسه مباحثات مهمه مع الرئيس السيسي، وقال عدد من التصريحات عن العلاقات ما بين البلدين، وقال ان استقرار السودان اولويه لدى الدوله المصريه طوال تاريخها، وكمان قال ان الامن المائي لمصر قضيه حيويه لدى السودان. واكد كمان ان الرئيس السيسي ساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات ما بين البلدين الشقيقين. والحقيقة وسائل الإعلام الدولية مشغولة بشكل أو بآخر يعني بتحليل زيارة البشير إلى القاهرة، لأن دي تاني زيارة خارجية لي في ظل الأزمة الراهنة اللي بتشهدها السودان واستمرار الاحتجاجات. هو زار قطر ثم كانت المحطة التانية هي زيارة القاهرة، فالعالم بيتحدث عن أهمية هذه الزيارة في دعم البشير أو في نظرة يعني الأحداث وما يدور داخل السودان. هنروح مع حضراتكم دلوقتي كمان نشوف احوال الطقس، لان الدنيا النهارده الحقيقه برد والجو رجع كمان شويه او انخفاض واتربه تعود خلال الايام المقبله حسب توقعات هيئه الارصاد. خلونا نشوف عرض سريع لدرجات الحراره ونرجع بعدكم بعد الفاصل.
صباح الورد على عيون حضراتكم، صباح جديد دايما بأمل جديد يا رب. واحنا النهارده شايفين أمل كبير جدا. ليه شايفين أمل كبير جدا؟ شايفين أمل كبير جدا لأن احنا النهارده في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ50. احنا النهارده في حدث استثنائي، مش بس عشان مرور 50 سنة على بداية معرض القاهرة الدولي للكتاب، لكن كمان عشان احنا لأول مرة بنشهد نقل معرض الكتاب من أرض المعارض بمدينة نصر إلى الموقع الجديد هنا في التجمع الخامس. الحقيقة أنه من ساعة دخولنا للمعرض وفي بوادر طيبة جدا ومؤشرات إيجابية جدا، أولا من الزحمة الكتير جدا الموجودة على بوابات المعرض من كل اتجاه، كمان لأن احنا شايفين السنة دي يمكن في توسع كبير، مش بس من خلال دور النشر اللي بيزيد عددها عن كل سنة، مش بس عشان زيادة كمان عدد الدول المشاركة اللي بتفوق 37 دولة مشاركة السنة دي، مش بس عشان فيه اهتمام أكبر بأجنحة وكتب الأطفال، وإحنا دايما بنتكلم عن أهمية الثقافة كمان بالنسبة للطفل، عشان أسباب كتيرة جدا إحنا النهاردة قررنا إن إحنا نكون موجودين معاكم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ50. وصباح الورد هيسحبكم في جولة لكل قاعات المعرض وهنديكم كمان بعض التفاصيل وبعض الاقتراحات طبعا، وبنشجع كل الناس من كل حتة في أرض مصر إنه يجي ويزوروا معرض القاهرة الدولي للكتاب. استنونا صباح الورد في جولة خاصة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ50. بالطبع لا يتحدث عن لقاء عاطفي، بل هو تهديد واضح لا شك فيه. احنا لسه مكملين معاكم جولتنا في برنامج صباح الورد، وما زلنا معاكم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ50. والملاحظ السنة دي طبعا كل شوية التكنولوجيا بتخش بشكل أو بآخر فبتغير من عادات القراءة عند الناس كلها، واحنا ملاحظين كمان السنة دي انه في يمكن تواجد بشكل اكبر يمكن من اي سنة لفكرة الكتاب الصوتي الاوديو بوك. فعبين نسأل، هل نشوف هل المصريين عارفين او بدأوا خلينا نقول يروحوا بشكل اكبر او يتوجهوا بشكل اكبر لفكرة الكتاب الصوتي؟ طب لو حابين ده يروحوا فين؟ طب ايه الجديد في السوق كمان فيما يتعلق بفكرة الكتاب الصوتي؟ احنا النهاردة كمان سعداء يكون معنا الاستاذ احمد رويحل مدير العمليات ايضا في ابلكيشن كتاب صوتي. نرحب حضرتك يا فندم منور. انتوا حريصين السنه دي على التواجد في معرض الكتاب، دي اول سنه تشاركوا ولا شاركتوا قبل كده في المعرض؟ اول سنه تشارك بشكل رسمي، يبقى لينا جناح. السنين اللي فاتت كنا بنشارك كزوار بنيجي المعرض بحيث نقابل ناخد ردود افعال الجمهور عن الاوديو بوكس ما هو قبل كده ولا لا، بجانب نقابل الناشرين علشان نوقع معاهم اتفاقيات حقوق النشر. اتفاقيات، لكن السنه دي خلاص اصبحت امر واقع، الناس بتتجه ليك الكتاب الصوتي. شايف انه في اقبال من المصريين او الناس بتيجي تسالكوا او ناس متعوده على الشكل ده ولا لسه شويه؟ لسه شويه. لكن التطور اللي حصل في العالم كله في اخر تقريبا 10 سنين، الكتب الصوتيه بقى 10 سنين شغاله في العالم كله، والنهارده العالم اغلب العالم لو اتكلمنا على اوروبا وعلى امريكا خلاص الاوديو بوك بقى شيء متعارف عليه. دلوقتي بدا يبقى موجود في مصر، ولكن مش هيقضي على فكره الكتاب الورقي، لان يعني في الاخر اللي بيقرا ورق هو مستمر يقرا ورق. لو كان الصوت ممكن تسمعه في الطريق في العربيه واحنا ما شاء الله عايشين في الزحمه يعني طول حياتنا. انا مثلا معدل قرايتي دلوقتي تقريبا كتابين في الشهر سماعي وانا سايق. سماعي وانت سايق، ودي نسبه كويسه جدا. طبعا. طيب. يعني عمري ما وصلت لها لما كنت بقرا. طيب. إيه انتوا اللي عايز يوصل لكتاب صوتي يعمل ايه، او ايه اللي ممكن يشوفه على الابلكيشن؟ اللي عايز يعمل كتاب صوتي يدخل على الاب ستور او جوجل بلاي ويكتب كتاب صوتي بالعربي او بالانجليزي وهيحمل الابلكيشن. الاول ما الابلكيشن ينزل معاه يبقى عليه حوالي 1500 عنوان. ايه بقى في ايه العناوين دي؟ هل في كل المجالات؟ هل في مجالات معينه؟ هل عندكم اصدارات جديده مثلا كمان؟ في كل المجالات، بنغطي تقريبا اغلب المجالات الفكريه والادبيه، بجانب مجالات الاطفال، اداره الاعمال، التنميه الذاتيه، وكل شهر بننزل اصدارات جديده. احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد رويحل، نورتنا في برنامج صباح الورد، وان شاء الله نشوفه كل معرض من معارض الكتاب.
وتسمرت قدماه حينا، وراح يقطع الحارة ذئابا وإيابا على مهل كأنه خفيه الدرك. يمكن من الملفت والملاحظ كمان في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخمسين، واحنا بنحتفل بحركته باليوبيل الذهبي، هو وجود يمكن أكتر من أي سنة تانية إقبال على فكرة الأوديو بوكس أو الكتاب المسموع، وده معناه أنه ربما يكون هناك في تغير في أنماط وعادات القراءة لدى المواطن في الوطن العربي. لكن هل إحنا في مصر مثلا بدأت عندنا الثقافة دي تتوسع وتكبر ولا لا؟ هل عندنا شركات مصرية بدأت تتوسع أيضا في طرح كل ما هو جديد بالنسبة للكتاب المسموع ولا لا؟ يمكن الأسئلة دي هنحاول نجاوب عليها من خلال أيضا وجودي مع الأستاذ عماد نجيب، وهو مسؤول أيضا أبليكيشن مكتبتي. برحب بحضرتك بينا، أهلا بيك. صباح أهلا بيك حسام. يعني السؤال الأبرز هو ليه توجهتوا للفكرة دي، رغم الناس ممكن تقول أنه لسه ما فيش إقبال كبير مثلا في مصر أو في وطن العربي على فكرة الكتاب المسموع أو الأوديو بوك، أنت شايف إيه؟ هل ده حقيقي؟ بص يا حسام، الحقيقة إحنا لازم نواكب التكنولوجيا. طب إيه اللي ممكن القارئ بقى يلاقيه على الأبليكيشن، وهل ممكن هو يلاقي محتوى بس باللغة الإنجليزية ومحتوى باللغة العربية؟ هل روايات فقط؟ هل كتب علمية فقط؟ يعني إيه اللي ممكن يلاقيه على الأبليكيشن؟ الحقيقة يا حسام، إحنا مكتبتي تقدر تلاقي فيها كتب صوتية عربية من التراث وكتب صوتية جديدة، تقدر تلاقي فيها محتوى الكتب الأجنبية الأكثر مبيعا مترجمة للغة العربية سواء في مصر أو في الخليج، تلاقي كمان مدونة صوتية فيها برامج إذاعية وفيها برامج ترفيهية تقدر تستفاد فيها حوالين التنمية البشرية وحوالين موضوعات كتيرة ممكن تكون بتهم الشاب وبتهم المواطن المصري والعربي، وأهمهم على الإطلاق طبعا كتاب همس النجوم للعظيم نجيب محفوظ، الكتاب الحصري أول مرة يسجل صوتي، أول مرة ينشر وأول مرة ينزل بصيغة كتاب صوتي بصوت أساتذة كبار زي الأستاذ إبراهيم عيسى وزي الأستاذ أسامة منير وزي الفنان القدير إنعام سلوسة ونجوم كتير غيرهم. بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى نشوف فكرة فعلا توسع في فكرة الأوديو بوكس، وإن التكنولوجيا تخش تغير كمان من أنماط وعادات القراءة في الوطن العربي. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا حسام، وأرجو إنك تستمتع بتجربة مكتبتي. عارفين انه ضيف الشرف السنه دي هو جامعه الدول العربيه، والحقيقه احنا حرصنا ان احنا من خلال ايضا برنامج صباح الورد نتواجد في جناح جامعه الدول العربيه، والحقيقه انا انبهرت شخصيا، انبهرت لاني كنت معتقد انه هلاقي مجرد كتب او دعم لمبادرات القراءه او دعم للنشاط الثقافي بشكل عام، لكن الحقيقه لا، انا وجدت كمان محاوله حفظ لذاكره الامه. يمكن لاول مره بشوف وثائق ربما تهم اي شاب في الوطن العربي انه يعرفها، وثائق تاسيس الجامعه العربيه. هتشوف كتير من الصور التاريخيه والصور النادره والمواد الارشيفيه يمكن اللي كتير منا ما شافهاش قبل كده. عشان كده احنا كنا حريصين على التواجد مع ايضا الدكتوره هاله جاد الوزير المفوض بجامعه الدول العربيه ومدير اداره المعلومات والتوثيق. بنرحب بحضرتك يا فندم، صباح الورد، نورتينا. اهلا بيك يا فندم. يمكن احنا واقفين هنا جنب يعني خلينا نقول معروضات في منتهى الاهميه، كتير يمكن منا في الوطن العربي ما شفهاش قبل كده. انا نفسي انبهرت، لو حضرتك ممكن تدينا فكره ايه اللي ممكن نشوفه هنا؟ الحقيقه حضرتك زي ما حضرتك قلت بالظبط، احنا بنعمل توثيق لذاكره جامعه الدول العربيه بمحاورها المختلفه. احنا الان واقفين امام الذاكره الوثائقيه او المحور الوثائقي في هذه الذاكره. بنقدر نشوف هنا ميثاق جامعه الدول العربيه اللي تم التوقيع عليه سنه 1945 في شهر مارس، وتجدر الاشاره الى انه جامعه الدول العربيه هي اقدم منظمه اقليميه انشئت بعد الحرب العالميه الثانيه، وهي حتى اقدم من الامم المتحده، انشئت في مارس 1945 والامم المتحده في سبتمبر 45. فهنا بنشاهد ميثاق الجامعة الذي تم التوقيع، الميثاق الأصلي للجامعة الذي تم التوقيع عليه في قصر الزعفرانة، تم الإعلان عنه في قصر الزعفرانة بالقاهرة وهو الآن جامعة عين شمس، ووقع عليه مندوبو الدول العربية الحاضرين وقتها. ثم تتالت بعد ذلك تصديق الدول المؤسسة، هناك سبع دول مؤسسة للجامعة العربية، ونجد هنا التصديق على مصر، على التصديق المصري، تصديق مصر
المصري على وثيقة الميثاق من الملك فاروق الأول ملك مصر بتوقيعه طبعا الأصلي، ونجد أيضا تصديق الأردن وهي كانت ساعتها إمارة شرق الأردن، ونجد تصديق المملكة اليمنية المتوكلية اليمنية، ونجد أيضا تصديق المملكة العراقية، وهناك أيضا تصديق باقي الدول المؤسسة. بس في وثيقة أيضا مهمة حضرتك يمكن أشارت ليها في الاجتماع الأول للتأسيس خلينا نقول. هو لا هو مش اجتماع الأول للتأسيس، هو ده أول تجمع اجتماع عربي من الدول المؤسسة دعا إليها ملك مصر وقت ذاك الملك فاروق لبحث قضية فلسطين والتأكيد على عروبة فلسطين ووحدة فلسطين. ده بعد التوقيع على الميثاق ولا قبل؟ سنة 1946 بعد التوقيع على الميثاق. بعد التوقيع على الميثاق 45 ده أول تجمع عربي بعد تأسيس الجامعة. يعني ممكن نقول أول قمة عربية. أول قمة عربية للدول المؤسسة سبع دول، وكان طبعا برئاسة الملك فاروق الأول، وصدر عنه وكان في قصر زهراء إنشاص في الشرقية، وكان في شهر مايو 1946، وصدر عنه بيان في غاية الأهمية يؤكد على عروبة فلسطين ووحدة فلسطين. طيب دكتورة كمان احنا يمكن من الحاجات اللي اثرت انتباه ما يسمى بأضخم كتاب في معرض الكتاب، ولو احنا شفنا يمكن في تلفزيون الرئيس كان بيتفرج عليه، بس الناس عايزة تعرف ايه اللي موجود في الكتاب ده، ايه الكتاب الكبير ده؟ هي ده المحور الذاكرة الاخر، في محور اخر وهي الارشيف الصحفي لكل ما نشر عن جامعة الدول العربية. جمعنا في هذا الكتاب 5000 وثيقة صحفية الحقيقة من قبل حتى الإنشاء، قبل إنشاء الجامعة 1943 و44، من بقى أول ما بدأت مشاورات الوحدة العربية حتى ده قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية، مفاوضات الوحدة العربية، اللجنة التحضيرية التي أعدت بروتوكول اسكندرية الذي أدى إلى ميثاق جامعة الدول العربية، أول وثيقة تأسيس لجامعة الدول العربية. فالحقيقة بنجد هنا مقتطفات في كل بقى الأزمات اللي عدى بها العرب في كل الأحداث كل المواقف تمام. وإحنا أطلقناه بمناسبة العيد السبعين للجامعة عام 2015. الحقيقة هي وثيقة قيمة جدا طبعًا. هذا الكتاب لأنه اللي بيقف يقرأ في الكتاب يتتبع الأخبار الجامعة منذ قبل إنشائها، منذ أن كانت فكرة وقومية العربية والعروبة وكل ده، يعني تقدر أن أنت تستمتع بمراحل التاريخ، تعيش عبق التاريخ زي ما بيقول، أو تستنشق عبق التاريخ. آخر حاجة بقى يمكن لفت انتباهي برضو مبادرة مكتبة لكل جهة نائية، ويشدني الاسم، هل في كل وطن عربي يعني آلية عمل المبادرة دي ايه؟ هل موجودة مثلا في مصر؟ يعني ممكن الناس برضو تسأل. شوف احنا دايما كجامعة عربية لينا دور ثقافي مهم جدا بالتأكيد. وده انا احب بس اشير الى انه دايما من الظلم ان احنا ننظر للجامعة العربية من المنظور السياسي. لا، هو الجامعة العربية لها بعد ثقافي مهم جدا. فبناخذ على عاتقنا كل عام التبرع بمكتبة جامعة الدول العربية، التبرع بعدد كبير من المطبوعات للجهات او المكتبات الوطنية في الدول الاقل نموا، في المكتبات النائية في الدول الاقل نموا. في هذا الإطار حبينا ان احنا نعرض في الجناح مثل هذه المبادرة، فتم الاتفاق مع اتحاد الناشرين العرب الحقيقة اللي تبرعوا بمجموعة هائلة من الكتب لهذه المبادرة، اللي بعد انتهاء المعرض بيتم التبرع بهذه المجموعة للجهات النائية في الدول العربية. حتى عارف ان في جهات نائية ما بتوصلهاش لا مكتبات ولا كتب. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا. الجميلة والبارزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخمسين هو وجود عدد كبير من ذوي الإعاقة اللي بيزوروا أروقة المعرض. وكمان كان لافت أنه بداية المعرض في احتفالنا باليوبيل الذهبي ليه كان أيضا بواسطة مريم نعيم وهي من ذوي الإعاقة، اللي أيضا افتتحت المعرض مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. باللافت كمان أو إحنا حرصنا أن احنا نكون موجودين في المجلس القومي أو جناح المجلس القومي للشؤون الإعاقة، لأنه بيقدم خدمات الحقيقة يمكن مختلفة ومتنوعة، وعايزين نفهم
وكمان ايه اللي بيتم تقديمه عشان اللي حابب كمان من ذوي الاعاقه ان هو يزور المعرض او من الاهالي المهتمه بشكل او باخر بالثقافه والفنون واللي بيقدموها كمان حقيقه. يعني جزء كبير من اهميه هذا المعرض هو الانتاج اللي بيقدمه ايضا ذوي الاعاقه واللي هنشوفكم حضراتكم كمان في هذا الجناح. احنا بيسعدني يكون معانا الاستاذه رشا ارنست وهي مسؤول اداره الثقافه والفنون في المجلس القومي لشؤون الاعاقه. نرحب بيك يا فندم، نورتينا. اهلا بيكم، نورتوا الجناح. او اشرح لنا، احنا في جناح المجلس القومي لشؤون الاعاقه، ويمكن حضرتك بتقولي ده اول مره يبقى في جناح متكامل بهذا الشكل. ايه اللي شايفينه هنا، او ايه اللي ممكن الناس تبقى حابه تشوفه من انتاج كمان ذوي الاعاقه؟ الحقيقه احنا لست سنين بنشتغل وبنشارك في معرض القاهره الدولي للكتاب، لكن السنه دي سنه اليوبيل مميزه جدا علشان احنا معانا جناح ومعانا اكتر فعاليات وخدمات بنقدمها لاشخاص ذوي الاعاقه. ولما تخصص لنا الجناح بالتعاون مع الهيئه المصريه العامه للكتاب، حرصنا انه ما يكونش بس للمجلس ولكن يعبر عن كل الاشخاص ذوي الاعاقه. ف يعني حبذنا ان هو يكون مكان بيوفر مساحة وفرصة لكل الفنانين والمبدعين الأشخاص ذوي الإعاقة اللي بينتجوا إنتاجات بإيديهم كلها هاند ميد. وانا شايف كلها هاند ميد، ثقافيه، لوحات فنيه، بالظبط، اكسسوارز، في حاجات من ملح سيوه معموله، ابو جرات الملح الصخري بالظبط كده، ملح سيوه بالظبط كده، حاجات معموله بحرفيه عاليه كمان، حرفيه مظبوط كمان انتاج، لكن حرفيه عاليه. الحقيقه احنا يعني الاشخاص ذوي الاعاقه تواصلوا معانا عن طريق جمعياتهم، لانه احنا معانا اكتر من 10 جمعيات في الاسبوع الاول من المعرض، لان احنا كمان مدين فرصه لعدد كبير من الجمعيات، مش بس طول المعرض، يعني انه بنقسم بينهم وقت، فهو من خلاله وصلنا لعدد كبير من ذوي الإعاقة اللي بيقدروا، محترفين جدا في أعمالهم، وفي كمان حاجات بسيطة ولكن دقيقة جدا، مثلا عاملينها الإعاقات الذهنية والتوحد، في حاجات كتيرة بالديكوباج وفن تزيين الورق اللي هو حاجات المستعملة وإعادة التدوير، الحاجات البسيطة اللي في بيتنا احنا بنهملها، هم عاملين منها يعني بارتيشن كبير جدا من الديكوباج. شايفين حلي برضو معمول حلي كتير، وعندنا عيلة كمان من التراثية، من الصناعات التراثية، عندنا الخوص عاملينه بنات الأمل والنور الكفيفات، فيعني المعرض كمان متنوع بشكل حقيقي كبير. حلو. طب أسألك سؤال، انا يمكن ملحوظات ممكن تكون ملحوظتي غلط، بس انا شايف يمكن السنه دي في اقبال شويه اكبر من ذوي الاعاقه، هل النظره دي صح او الملحوظه دي صحيحه؟ وايه كمان اللي بيقدمه المجلس القومي لشؤون الاعاقه من خلال المعرض؟ هو السنة دي مميز لأن المكان أكثر إتاحة، يعني رغم بعد المسافة لكن المكان سهل الوصول، يعني أول ما بتدخل من البوابة أيا كان الإعاقة، سواء كرسي متحرك، عكاز، إعاقة بصرية، صم، إحنا يعني المكان مهيئ تماما، الأرضيات، المرافق، الخدمات، كل حاجة مهيئة، فبالتالي هو بيتحرك بحرية وهيشعر باستقلالية كتيرة في الحركة ويتجول براحته، مفيش حاجة هيقولوا له لا أصل في سلم، لا أصل مش هتعرف توصل هنا، فبالتالي اللي هم متحركين. حتى أجنحة الكتب اتعملت بشكل ميسر للأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب أن المجلس بالتعاون مع الهيئة موفرين مترجمين لغة إشارة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأنا بشكر هنا الأستاذة سعاد برضو لأنها حرصت أن هي تترجم لغة الإشارة، ودي كانت لفتة برضو طيبة لأنه ده جزء من الإتاحة. يعني سعاد معانا من ضمن مجموعة كبيرة أكتر من 15 مترجم إشارة متطوعين داخل المعرض طول أيام المعرض عشان يساعدوا أصحاب الإعاقات السمعية على أنهم لو عايزين يسألوا عن حاجة بيوصلوا لمكان، في ندوات كتيرة خلال البرنامج الثقافي هتكون مترجمة بلغة الإشارة. يعني لو حد حابب يجي يزور المعرض ممكن يجي هنا وحضرتك توفروا له المساعدة اللي هو يحتاجها، نجاوبه على كل الأسئلة والاستفسارات وبنوجهه للي هو المكان اللي هو عايزه. طب من حيث المنتج الثقافي نفسه، يعني هل في مثلا كتب بطريقة برايل؟ هل في كتب متعلقة يمكن تطوير مهارات ذوي الإعاقة أو يعني بتتعامل مع أشكال الإعاقة المختلفة؟ بتكلم هنا على المنتج الثقافي تحديدا الكتاب، سواء كان مقروء أو مسموع أو مسموع. احنا عندنا كتب فعلا، احد الجمعيات جايبه موفره كتب بطريقه برايل، الاجزاء الكامله كلها للقران الكريم، في كتب يعني ثقافيه موفرينها برضو بلغه برايل، واخدين تصريح طباعه. في نفس الوقت عندنا كمان من احد الجمعيات المشاركه معانا، بس هتبقى في الجزء الثاني من المعرض، قواميس لغه الاشاره، يعني قواميس متعدده لغه الاشاره للي حابب يعني يتعلم وينمي ثقافته ونفسهم ذوي الإعاقة السمعية اللي بيزودوا مهاراتهم في لغة الإشارة. فيعني في حاجات متنوعة كتير عندنا موجودة طول أيام المعرض. احنا كمان عايزين
بنتكلم للمستقبل وعايزين الاحسن دايما، ايه اللي احنا محتاجينه كمان في معرض الكتاب مستقبلا او من حيث المنتج الثقافي عشان يتم توفيره لذوي الاعاقه كمان؟ يعني السنة دي من ضمن الحاجات المميزة اللي احنا تعاوننا فيها مع الهيئة انه المجلة اليومية بتاعت المعرض احنا موفرينها بنسخة PDF مقروءة وورد على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني يقدر اي حد عنده اعاقة بصرية يطلع على المجلة اللي هي اساسا غنية جدا وبتقول المعرض ده بيعمل ايه كل الايام، فدي موجودة على مواقع الهيئة وموقعنا احنا على السوشيال ميديا. السنوات اللي جايه كمان في توسع في الكتاب المسموع الاوديو بوكس، وده ممكن تبقى حاجه مهمه. ده حقيقي، انا بس بدعو دور النشر انهم يزودوا من امكانيه بيع الكتب الالكترونيه لان دي مهمه جدا. يعني انا زي ما بشتري الكتاب الورقي انا محتاج حد تاني محتاج انه ياخد نسخه الكترونيه ويشتريها. فدي اتمنى انه يكون في يعني دور النشر تتوسع في الجزئيه دي للسنه الجايه. مع المسموع الحقيقه في كميات كبيره موجوده في المعرض من كتب مسموعه واحدث كمان الانتاجات بالظبط كده، واحدث الاصدارات ل 2018 و17 قايمين بيها مجموعات كتيره متطوعين. الحقيقه التوعيه اللي حصلت في اخر 4-5 سنين واسعه جدا، يعني خلت حتى الناس النظره نفسها اتغيرت للاشخاص ذوي الاعاقه. بالتاكيد، واحنا طمعانين في المزيد والمزيد. أكيد. لانه طبعا ده حق اصيل. احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذه رشا. شكرا ليكم، نورتونا. وايضا بنشكركم على مجهودكم، ان شاء الله المجهود ده يزيد ويزيد ويعم خيره على جميع اكتر. ان شاء الله. شكرا لكم. اهلا بحضراتكم مره تانية، وزي ما يمكن قلنا لكم في بدايه البرنامج النهارده في حلقه صباح الورد، قلنا هيكون عندنا ايضا فقره مع كتاب خاص ومميز وكاتب ايضا مميز جدا. الحقيقه احنا النهارده هنكون معاكم في ايضا تناول لكتاب مشخصاتيه مصر للكاتب ايمن عثمان، والكتاب ده الحقيقه ممتع جدا 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 لانه بياخدنا لايام الفن والزمن الجميل، الافلام الابيض والاسود، اللغه الراقيه والكوميديا النظيفه، بياخدنا كمان لاسرار كتير من النجوم اللي يمكن كتير منا حافظينهم وعارفينهم وعارفين اشكالهم لكن ما يعرفش كواليس حياتهم بشكل او باخر. بنتكلم عن حسن كامل، عن حسن سليمان، عن شرف انطح، عن زياد صدقي، عن زوزو حمدي، عن مجموعه كبيره من النجوم. الحقيقه الكتاب مش بيؤرخ كمان لكواليس حياتهم لكن تقدر من خلال كواليس حياتهم دي تشوف العصر وسماته اللي كانوا عايشين فيه وتاخد ثقافه من نوع مختلف. والحقيقه الكتاب فيه مجهود في البحث، انا اقدر اقول انه منقطع النظير لانه كتير كمان من هذه الشخصيات عانت من التهميش او خلينا نقول لم يحتفظوا بالنجوميه اللي احتفظ بيها كتير من كبار النجوم رغم ان وشوشهم وادوارهم محفوره جوه الجمهور المصري بشكل او باخر، ورغم موهبتهم الكبيره اللي احيانا بتتعدى كونه مشخصاتي او فنان الى ما هو اكبر من ذلك. منهم كان الشعراء والفنانين ومنهم كان لهم حرف ثانيه. لأي حال أنا مش هحرق لكم الكتاب لكن بيسعدنا أن يكون معنا النهاردة الكاتب الجميل أستاذ أيمن عثمان. وكمان الحقيقة اللي احنا بنشكره على دوره الكبير من خلال طبعا مجموعة من الكتب اللي بتبحث في التراث المصري وصفحة مهمة جدا على فيسبوك اسمها تراث مصر. أنا شخصيا من متابعينها من قبل ما ألتقي أيضا بالأستاذ أيمن، كنتش أتخيل أن هلتقيه، لكن الحقيقة الصفحة دي هتقدم لك معلومات قيمة ونادرة وهتشوف صور يمكن عمرك ما شفتها في حياتك لان هو كمان من هواة جمع القصصات والجرائد القديمه وغيرها. انا بتشرف بوجودك معانا النهارده. انا اتشرفت بوجودي مع حضرتك استاذ حسام، وصباح الورد. صباح الورد. صباح الورد. انا هروح معاك لمشخصاتيه مصر، وهو الكتاب ده كان موجود في معرض الكتاب الان، صح؟ اللي حابب طبعا يروح عشان يقتنيه، وانا يعني بشجع الناس ان هي تروح وتقتنيه بشكل او باخر. عايز اعرف منك ايه اهم الشخصيات اللي تناولتها واختياراتك لهذه الشخصيات كان بناء على اي اساس؟
أهم الشخصيات اللي تناولتها في مش قصدية مصر كان زينات صدقي في لقطة معينة في حياتها، مش كل حياتها، لأن الكتاب في الأصل هو كتاب بيدور حوالين الفنان الإنسان مش الفنان المبدع. بعدت على قد ما قدرت عن الأدوار والإفيهات اللي هم اشتهروا بيها، وبدأت أركز على الشخصية ذات نفسها وأحاول أن أنا أقرب منها، أحاول أن أنا أحسها. تمام. فعندي زينات صدقي، عندي منسي فهمي، حسن كامل زي ما حضرتك مشكورا قلت، فردوس محمد طبعا. حسن كامل طلع قصة ده. حسن كامل شفت حسن كامل يعني قصة كبيرة. ده الشخص الوحيد اللي لما سئلت مرة عنه قلت ان انا بخجل من نفسي لما بقرا قصة حسن كامل من كفاحه ومن المعاناة اللي هو عاشها. انا اتعرض لها طبعا، لازم نتوقف عندها. شخص ملهم ملهم جدا. شخصيات تانية، شرف انطح اعتقد طبعا، شرف انطح في حسنى سليمان، في بشارة وكيم. بشارة وكيم طبعا. تمام. مجموعة كام شخصية تقريبا؟ حوالي 34 شخصية. أهمية انت كمان بذلت مجهود في البحث، يعني جبت ملامح يمكن كتير ما يعرفهاش. ازاي كنت بتبحث والكتاب ده قعد منك قد ايه عشان يخرج للنور؟ ايه المصادر اللي اعتمدت عليها؟ سقراط ليه كلمة مشهورة بتقول تحدث حتى أراك. تمام. من حوالي 6 سنين أو 7 سنين حاولت بقدر الإمكان ان انا اوصل لاكبر قدر ممكن من الحوارات الصحفية مع الفنانين القدامى، لحد ما حصرت حوالي 300 فنان من خلال حواراتهم الصحفية. قدرت افهم الشخصيه او ادعي ان انا فهمت الشخصيه، وفي نفس الوقت بدات من خلال الشخصيات بدات ادرس علم النفس، وبدات اسال حتى كمان دكاتره علم النفس في نقاط معينه، بحيث ان انا وانا بتكلم عن الشخصيه يبقى وكاني بشرحها زي ما بيقولوا نفسيا. تمام. فهو كتاب نفسي اكتر منه كتاب فني. كتاب نفسي أكثر منه كتاب فني. وأنا لقيت نفسي في عدد من الشخصيات، يعني كان بيحصل تماس ما بيني وما بين الشخصيات. زي حسنى على سبيل المثال. زي زينات صدقي. كنت بحس وكأني شايف نفسي معاهم. أنا قبل ما اشتغلت رأس في الأصل كنت بكتب عامية مصرية شعر. تمام. فكنت دايما بؤمن ان الذاتية هي اللي توصلك للعامية. لما اشتغلت تراس اكتشفت ان العام هو اللي وصلني للذاتي. فلما اشتغلت فنانين بدأت الاقي نفسي في وسطهم. العام تقدر توصل منه للذات، تبحث عن نفسك، بتفكر ازاي، بتحس بايه، بتشعر بايه، انكسرتها، افرحها، انتصرتها، جروحها. بس هل يعني الملاحظ برضو ان الحقيقة انه كلهم كان فيهم ملامح خلينا نقول صعبة او قاسية، رغم كبرهم فنيا او رغم تاثيرهم الكبير بشكل او باخر، لكنه كلهم كان منهم يعني تعرضوا لملامح انسانيه قاسيه بشكل او باخر. ده حقيقي؟ ده حقيقي. التفسير بيجمع الجميع والمنطقي؟ لا، هو في المطلق صدقة. هم ظهروا في ظروف صعبه، ظروف كانت بترفض فكره التشخيص، فكره المشخصاتي. عشان كده سميته مشخصاتي. انا لجأت للاسم القديم، يعني اللي هو اسم الممثلين هم المشخصاتي. كان المجتمع بيرفض في مهنتين كان المجتمع بيرفضهم، مهنة المحاماة ومهنة التمثيل. تمام. فاللي كانوا الرواد الأوائل للمحاماة والأوائل لفن التشخيص كانوا بيعانوا لأنه المجتمع كان ضدهم على طول الخط. لكن اعترفوا بعد كده بمجهودهم، خلينا نقول ده دلوقتي اتعملت ورش للتمثيل واتعملت اكاديميات وبعضهم كرم من الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس السادات نجوى سالم. طب انا عايز اروح معاك بسرعه لبعض الشخصيات، ناخد ملامح كده سريعه. انت قلت ان سبب الكتاب هو الفنانه حسنى سليمان اللي هي قشطه. إيه؟ طبعا بوجهها الاسمر الجميل الحقيقه، فلو برضو ممكن تشوف صورتها. ليه اشمعنى حسنى سليمان اللي حبيت تركز عليه؟ هو نوبيه سودانيه. السودانيه هي بعد ما خلصت في 2017 و2018 موسوعة تراس مصري جزء أول وجزء تاني، وبعد ما خلصت فيلم تسجيلي المفروض أن احنا هنسافر بيه برلين، هيتعرض هناك في المسابقة الرسمية إن شاء الله. قررت أن أنا أعمل شوية هولد في البحث وأبدأ أن أنا أستمتع. أنا اللي بيمتعني هو الفن، هو التمثيل. فبدأت أن أنا أشتغل على المشخصاتية. ما كنتش متخيل أن المجهود اللي هيبذل في مشخصاتية مصر هيتجاوز بمراحل موسوعة راس مصري 1 و2.
حسنى سليمان عملت عنها ريفيو وعرضته على أصدقاء وقعدنا نتناقش في الريفيو على المعاناة اللي هي عانتها لما جت من السودان علشان تمثل. فكرة النمطية في السينما المصرية، فكرة انك انت علشان أسمراني لازم تبقى بواب أو جرسون أو خدام، إدريس وعثمان، إدريس وعثمان ونور وبشير، رغم ان هي كانت بطلة الفرقة القومية السودانية وكانت بتعمل أدوار عالمية، أدوار على المسرح طبعا، ده على المسرح. لكن السينما هي الشباك الوحيد، السينما المصرية كانت الشباك أو النافذة الوحيدة للموهوبين العرب. فبالتالي هي لقت معاناة من فكرة انك لازم تكون محصورة في أدوار معينة اللي هي أدوار الخدامة. لقيت ليها مقالة كانت بعتها للنقابة، موجهة لنقابة المهن التمثيلية، فبعدين بتقول المفروض ان احنا دولة واحدة مصر والسودان في الوقت ده، الكلام ده في الأربعينات. تمام. ليه لما صناع الأفلام بيحتاجوا يجيبوا ممثلات أول بيلجأوا مثلا للبنان أو لسوريا، مع ان احنا أولى كسودانيين لان احنا دولة واحدة. النمطية دي كان السبب فيها للأسف الشديد يعني كان الأدوار اللي كان بيقوم بيها على القصار الهزلية اللي هي عثمان عبد الباسط اللي هي بربري مصر الوحيد، وبعد كده قلدوا فيها فوزي منيب. فبالتالي بدأت تتاخد على الشخصية السمراء، الشخصية النوبية، الشخصية السودانية، ان هي شخصية ان هو كاركتر هزلي. تمام. يمكن انا حتى كمان في الكتاب بقول ان هم لما فكروا يخرجوا بره صناديق او صندوق افكارهم المتوارثه القوالب الثابته، وصلنا لاحمد زكي، واحمد زكي النهارده اصبح ترمومتر للابداع طبعا، بالتأكيد، رغم ان هو ملامحه تقترب كثيرا من النوبيين ومن السودانيين. تصرفت هي ازاي بقى تجاه الامر ده؟ لان هي موقف مهم الحقيقه. هي حسنى اعترضت اكتر من اعتراض، وعملت اكتر من وقفه احتجاجيه بالطالب باحترام اصحاب البشره السمراء، وكانت بتقول طب على الاقل طيب نبدا ننتقي الالفاظ اللي بيتم مخاطبه اصحاب البشره السمراء في السينما، حته اندهل سيديك البي، افتح الباب يا بت، كل ده كان بيحزنها كتير. هي استسلمت. هي استسلمت لان ما كانش الموجه كانت اعلى من طموحاتها، ومع ذلك عاشت معاها، ويعني عاشت في الذاكره والوجدان. وحضرتك قدم يعني يا ريت كانوا موجودين يشوفوا كمان واحنا بنتعاطى كمان سيرتهم. لا، هي حسنى سليمان يمكن تكريم ليها هي ولشخصها، انا تجاوزت الابجديه في الكتاب، يعني انا ما بداتش بالالف، انا بدات بحسنى دايركت وخليتها مفتتح الكتاب من شخصيات مصر حبا واحتراما تكريما ليها. دي لفته طيب. طيب انا عايز اخد اكبر عدد ممكن من الشخصيات. يمكن لو روحنا دلوقتي مثلا لشرفنتح، والشخصيه دي محببه، انا بحبها جدا ومحببه لدى كتير من المصريين، لكن للاسف الحقيقه كانت رغم ان هو كان ممثل كمان مسرح وبدا بدايات قويه مع فرق مهمه جدا، لكن نهايته الحقيقه برضو كانت نهايه صعبه، جمعت بين الفقر والمرض والالم. ايه الملامح اللي حبيت تركز عليها انسانيا في شخصيه شرفنتح؟ شرفنتح بدايته كان مهرج، وهو نقل الكاركتر المهرج لكل افلامه. يعني لان في بدايته كان بيعتمد على انه يطلي وجهه بالدقيق، يركب مقشه بالمقلوب ويعمل عروض سكتشات مسرحيه. في 1919 لما المسرح بتاعه أغلق، هو راح عرض نفسه على نجيب الريحاني أنه هو يمثل عنده. فنجيب الريحاني في الأول خالص رفضه. فعندا فنجيب الريحاني، وإذا كنت أنت كشكش بيه أنا هتحداك وهنفسك. فاخترع شرفنتح وملهاش أي معنى، هي مجرد تركيبة حروف بتنافس كشكش بيه. تمام. بعد كده اتصالح على نجيب الريحاني وبقى أحد أعظم الادوار اللي قدموها سوا. سلامه في خير كان جار، وطبعا الناس كلها تفتكر وسي عمر. وسي عمر طبعا. تمام. الماساه هي فكره ان لما الممثل بيصاب بمرض وهو اصيب بالربو، الادوار قلت والكل اداله ظهره. الاطباء قالوا له ما تشاركش في افلام، قالوا له ما ينفعش ان انت تمثل. النقبه تخلت عنه. البيت اللي هو كان ساكن فيه اصبح قايل للسقوط.
يعني كان الناس اللي كانت معجبة بي أو الناس اللي هي شافت أن هي مديونة بابتسامة ما ابتسموها بسبب إفيه قالوا أو دور قام بي، الناس دي هي اللي تكفلت بي. تشرف أنتح كانت نهايته محزنة، مات لوحده من غير فقيرة. أولاد من غير أولاد بشكل إرادي، لأن شرف أنتح كان بيقول أنا جيت الدنيا غصب عني فمش هرتكب نفس الجريمة اللي ارتكبها فيها. هو آمن بالفكر بتاع أبو العلاء المعري. بيفكرني عبد السلام النابلسي برضو في فكرة الأولاد، كان لي نفس الموقف. وعبد السلام النابلسي تقريبا نفس الموقف، نفس الفكرة. طيب أروح معك أنا بقى اللي يعني واحدة من عشقي زينات صدقي. زينات صدقي طبعا يعني اضحكت الملايين والملايين ولسه بتضحكنا لغايه دلوقتي. زينات صدقي فيها تويستات في شخصيتها وفي حياتها غريبه جدا، ناس ما تعرفهاش. شخصيه عائليه جدا، لكن كان عامل لها بقى موضوع عقده ان هي شخصيتيه، ده كان مفيش اعتراف عائلي. مفيش للاسف كان اعتراف عائلي، ده كان نقطه فارقه في حياتها طولها. في برنامج قديم قابلتها مذيعه وشافتها متجهمه، فما كانش في برنامج، كان في حفله تكريم الفنانين وكان بيكرمهم أنور السادات. كانت فقيرة جدا. أنور السادات أمر بأن يتصرف لها بلوز وجيب علشان تحضر بحفل التكريم، وبعد التكريم هم استردوا منها العهدة تاني. كانت عهدة. هل كانت فقيرة؟ كانت فقيرة لدرجة كل الأدوار اللي عملتها في السينما. لما تتكفل ب 27 فرد من عائلتك، لما تحاول أنك أنت تأسس لهم بيت، لما تجوزهم، لما تصرف على أبنائهم، لما تكون حياتها بالكامل للآخرين. 27 فرد من الأسرة، وهي قالته في حوار صحفي، ولاد وبنات أختها. وللأسف تم التنكر ليها. هي كان في حفل تكريم الفنانين السادات كانت بتقول اللهم انصر أهل الفن على أهليهم اللي ما بيعترفوش بالفن. دعت هذه الدعوة. أنا خدت اللقطة ديت واشتغلت على زينات في المشهد دوت. تمام. ان انت ازاي اسطوره فنيه النهارده كل نجمات الكوميديا ماشيين على نفس النمط بتاع زينات صدقي، هي النبراس بتاعهم، هي الكشاف اللي بينور لهم الطريق، ازاي تكون النهايه محزنه بالشكل دوت؟ شيء غريب جدا. كان شيء مؤلم. طيب زوزو حمدي، هل فعلا كانت هي ملهمه ابراهيم ناجي فعلا؟ وراء قصه الاطلال يعني هذا ما يقال. هي قالت انا ملهمه ابراهيم ناجي. هو مبدئيا زكي مبارك قال ان زوزو حمدي الحكيم هي ملهمتي في القصيده بتاعتي، كان اسمها ليلى المريضه في العراق. ودي قصيده مشهوره جدا لزكي مبارك. ابراهيم ناجي كان يعني انا كاتب نصا ان هو كان قلبه بيوزع كراسي على المحيطين. يعني بينزل الكراسي للناس. هو اوهم زينات صدقي زينب زوزو حمدي الحكيم ان هي ملهمه الاطلال، زوزو ماضي، وزوزو نبيل. الثلاث زوزوهات لانه كان بيكتب فقرات من القصيده بتاعته المشهوره الاطلال على الروجيتات اللي كان بيقدمها لهم. زوزو حمدي الحكيم كانت بتتميز عنهم ان هي كانت اديبه، فكان عندها صالون ادبي. وكان ابراهيم ناجي كان احد ضيوف الصالون، فاذا كل واحده فيهم قالت ان انا ملهمه صدقها. في الاخر خالص في سنه 75 كان في حوار في مجله الهلال لبنت ابراهيم ناجي، هي ذكرت بالنص اسم الملهمه الحقيقيه لقصيده الاطلال، وكانت جاره لابراهيم ناجي وكانت الحب الاول بالنسبه له. الحب الاول ما كانش ينفع يقول اسمها لانها في الوقت دوت كانت على اسم رجل اخر. فلما كانت زوزو حمدي الحكيم تقول انا الملهمه، اوكي انت الملهمه. زوزو حمدي دورها الشايف ريا وسكينه طبعا. هو الاجمل من بالنسبه لدورها الشهير، هي عانت منه. دور سكينه عانت منه طول حياتها، لدرجه ان هي قالت انا عندي استعداد اقوم بادوار الام الحنونه الطيبه مجانا. كان يوميا بتنزل تتريض حوالين البيت، تنزل تتمشى. فكان اسم سكينه بيطاردها، فاصبح بيشكل لها بعبع. طبعا. تمام. اجمل ما في قصه زوزو حمدي الحكيم ان والدها كان أحد شعراء ثورة 19، وهي شاهدت في أسيوط ليلة القبض على أبوها. واتهم بأنه منضم للتنظيم السري لثورة 19، وتم الحكم عليه بالإعدام.
وبعد كده تم التخفيف وال 25 سنه كان عمرها 7 سنين في الوقت دوت. قصه ملهمه جدا. فانا بتخيل ان مشهد طفله بتشوف ابوها بيتم القبض عليه مشهد شويه يديني انطباع ليه هي شخصيتها حاده. شايف ان المشهد دوت اثر فيها واثر في تركيبتها. طيب اخيرا وفي دقيقه واحده لانه الوقت معلش يسرقنا حسن كامل لانه برضو قصه ملهمه سبع صنايع والبغطايه اكتر من سبع صنايع. واحد بنى بيته وكان بيشتغل نجار وحداد وصنايع يعني الحقيقه وكان ملهم وكان شاعر وقبض عليه يعني ايه ده كله ده. الثورة 19 لما قامت حسن كامل انضم ليها كان شاب صغير وكان بيكتب روايات بتكشف الاحتلال على عيبه عيوبه. تم القبض عليه واتهم انه عدو انجلترا وتم ترحيله لتونس. في تونس الثوره انتقلت بتاع ثوره 19 انتقلت من مصر لتونس. ففي تونس انضم للثوره لثوره تونس 1919 وتم القبض عليه لانه قام بنفس الدور في تونس اللي قام بيه في مصر. فتم القبض عليه وتم ترحيله لفرنسا وفرنسا اتحط تحت ميكروسكوب تحت عين اقامه جبريه. اشتغل حاوي اشتغل جرسون اشتغل في كل حاجة علشان يعيش. لما رجع مصر اشتغل في فيلم العزيمة ومن هنا بدأت الانطلاقة بتاعته شخصية في منتهى العظمة. كان فلاح وبعد انتقل استصلح الأرض اللي كان ورثها عن الوالد. هو اللي اخترع آلة. أنا سألت موسيقار عن الآلة ديت اسمها آلة العفقة. في القانون. لما سألت موسيقار هي آلة العفقة دي عبارة عن إيه قال لي زمان كان القانون مقام واحد. لو المطرب نقل القانون يقف. فحسن كامل اخترع آلة تنقل المقامات فتساير المطرب في الغناء. لو هو ما عملش الا دي بس فهو يستحق العظمة. يستحق العظمة. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا اتشرفت يا عثمان. شرفتنا ونورتنا. ومشخصية مصر بدعو الناس جميعا ان هي تقرا ايضا. طيب نروح مع حضراتكم برضو نشوف مشاهد حاليا من لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الفرنسي فرانسوا ماكرون. هذا اللقاء ايضا او هذه المشاهد تاتينا على الهواء مباشره. وزي ما قلنا حضراتكم طبعا انه الرئيس الفرنسي ماكرون في زياره القاهره بتستمر 3 ايام او في زياره لمصر بتستمر 3 ايام. كان في زيارته امبارح لاسوان وجاء بعدها الى القاهره استعدادا للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في ايضا زياره مهمه لها جوانب سياسيه واقتصاديه وثقافيه في غايه الاهميه. هنتابع معكم ايضا هذه الزياره وتطوراتها وابرز ايضا ما سيتم الاتفاق عليه خلال جولة الزعيمين. قلنا لكم أنه أيضا هذه الزيارة لها مدلول سياسي لأنه أيضا هذه أول زيارة بيقوم بها رئيس ماكرون إلى مصر وبعد طبعا توليه رئاسة الجمهورية الفرنسية في 2017. والمفروض أيضا أنه هيتم بحث مجموعة من القضايا السياسية المهمة فيما يتعلق بالأمور في ليبيا، ملف أيضا الهجرة غير الشرعية، ما يتعلق أيضا بالقضية الفلسطينية والملف السوري كما فهمنا سيكون أو ستكون هذه الملفات حاضرة بقوة. على الصعيد الاقتصادي هذه الزيارة أيضا تحمل أهمية خاصة لأنه الرئيس ماكرون جاء وأيضا مع مجموعة كبيرة من رجال الأعمال المصري الفرنسويين هيلتقوا بمدراءهم من مصر وهيلتقوا أيضا بالرئيس عبد الفتاح السيسي في محاولة أيضا لزيادة الاستثمار. أيضا الجانب الثقافي كان بيحتل أولوية وأيضا جزئية مهمة في هذه الزيارة تحديدا من أيضا بداية زيارته لمعبد أبو سمبل وحركوا بشوفته امبارح أيضا الصور التي انتشرت والأبرز بشكل أو بآخر. يعني طول عمرنا عارفين الفرنسويين بيهتموا بالحضارة المصرية والرئيس كان أيضا الفرنسي كان في جولة تفقدية لمعبد أبو سمبل وبعض أيضا الأثار الأخرى في أسوان. كان معاه أيضا وزير الأثار الدكتور خالد العناني ووزيرة السياحة دكتورة رانيا المشياط وكان هناك أيضا شرح مفصل. وأعتقد أن ده مقدمة لمزيد من التعاون الثقافي لأنه الحقيقة دعم مصر فرنسا على الناحية الثقافية وأيضا في تطلع لدور أكبر لفرنسا فيما يتعلق بالمتحف المصري الكبير الحقيقة المفترض أنه يتم افتتاحه قبل عام 2020.
وايضا هذه الزياره بتعكس استراتيجيه من الناحيه الاستراتيجيه ايضا مهمه جدا بثقل طبعا فرنسا السياسي في الاتحاد الاوروبي وثقل مصر في القاره الافريقيه. هيكون في شهر فبراير قمه عربيه اوروبيه وبالتالي دور مصر هيكون واضح وقوي فيها. مصر تترأس الاتحاد الافريقي وفرنسا ايضا لديها دور كبير في افريقيا في العديد من الازمات وبالتالي ايضا هذه الزياره من الناحيه السياسيه ايضا ستكون مهمه للغايه. هنتابع مع حضراتكم ايضا جدول هذه الزياره. من المفترض ايضا يكون هناك لقاء بعد قليل مع الرئيس السيسي بعد ان وصل فرانسوا بعد ان فصل ايضا ماكرون الى القاهره وايضا كان في استقباله رئيس الوزراء ومفترض كمان ان يكون هناك لقاء صحفي او مؤتمر صحفي. هنتابع معكم من خلال شاشه قناه تن اصداء هذه الزياره المهمه في هذا التوقيت ايضا. لكن اذهب بكم الان الى فاصل وبعد الفاصل نعود نستكمل بقيه الفقرات. اهلا بحضراتكم مره تانية. لسه مكملين معاكم في سلسله صنايعيه الفن والنهارده معانا صنايعي فن من طراز مختلف خالص جدا. هو الحاج سيد سيما صاحب كل عربيات الانتيكه اللي بتظهر في السينما والتلفزيون من 55 سنه ما شاء الله من 55 سنه لحد دلوقتي. لما تعرف مثلا انه الفنان حماده هلال سائق عربيه اسماعيل ياسين في فيلم العيال هربت او ان مثلا اشهر عربيات النجم رشدي اباظه خدت دور البطوله مثلا في مسلسل الجماعه او انك تعرف مثلا انه عنده اسطول متكامل سواء من تشريفات الرئيس انور السادات او بعض العربيات اللي عرضت في المزاد ايام الرئيس عبد الناصر. عنده عربيات لاشهر الفنانين المصريين وحاول يقتني عربيات ايضا اشهر الفنانين المصريين. احيانا كان الحظ بيحالفه احيانا لا، لكنه في كل الحالات بيظل ايضا مورد رئيسي لكل السيارات الانتيكه في السينما والدراما المصريه ولي ايضا عشق خاص بالعربيات وقصه الحقيقه في منتهى الجمال والحلاوه. هتتابعوها معانا النهارده من خلال صناعيه الفن. وخلينا نرحب كمان بالحاج سيد سيما، نورنا يا فندم. اشكرك كتير يا فندم. اشكرك يا فندم. بالنسبه لاي واحد في مدينه التاجر الاعلامي كل يوم بنعدي عارفين دي عربيات المظله المظله فيها العربيات بتاعتنا، نقعد نتفرج واحيانا نقعد نتصور معاها وكده. فانا مبسوط جدا انت موجود بقى معايا. تحت امرك يا استاذ. ليش معنى العربيات الانتيكه؟ يعني لان واحد ممكن يسال وبالذات انه اكيد صيانتها صعبه والتعامل معها صعب واحيانا ما تلاقيش قطع غيار، اشمعنى دخلت الحته دي بالظبط؟ الحته دي اخواك يعني هي من الطفوله حبا في العربيات وانا بحب الحاجات اللي فيها شغلي انتيكه وبتاع. من الطفوله كنت بتفرج على العربيات واتفرج على السينما والحاجات دي كلها، واي حاجه يعني كنت انا في الطفوله احب اتفرج على اي حاجه ما حتى في الشارع حتى من غير عربيات من غير اي حاجه يعني فيلا بتاع اي حاجه انتيكه بحب ايه اتفرج على جمالها والف فيها شمال ويمين. يعني انا حبيت العربيات من الطفوله لوحدي، حاجه بتاعت ربنا كده حبيتها من الطفوله. وبدات اتعلم ميكانيكا عشان انا ابدا العربيات يعني المتعه بتاعتي يعني اتملكها بايدي واشتغل فيها واصلحها. ده اللي حصل طبعا خد بالك في الايام اللي هي ايام الطفوله. طب اول عربيه جبتها ايه تفتكر؟ اول عربيه كانت مدير شركه اوستون في مصر هنا. وعربيه اوستون موديل 37 واشتريتها ب 70 جنيه. ده سنه كام؟ في الستينات. في الستينات دي كانت رقم طبعا. رقم كان كبير طبعا. رقم كبير. ده اول استثمار ليك. ده اول حاجه. يعني كنت دايما احب انا بقى يعني احوش وبتاع واجري ورا العربيات اللي هي كانت موجوده الانتيكه ديت. والعربيه دي كانت موجوده كانت بكثره جامده طبعا موجوده جوه القاهره. وكنت بحبها بعشق لان كان عندي عربيه قديمه. بدات اجيب عربيه واثنين وثلاثه وبدات اكتر في العجل بتاعي. احنا بنشوف صور هي مع حضرتك مثلا، يعني دي عربيه ايه مثلا؟ دي عربيه اوستن موديل 22. 22 دي اخت العربيه. انت بتظبطها وتصلحها وتشتغل في الميكانيكا بتاعتها. دوم كانوا عايزين ياخدوها للفيلم بتاع
شاطين ثلاثة دورهم كانوا عشان بتعرف السطوح بس العربية كانت ما كانش لسه بصلح فيهم ورحت جبت لهم عربية واحد صاحبي أنا اسمه علي حامد بتاع الشكمانات جبت لهم عربية اللي مسمينها زوبا واشتغلوا بيها في الفيلم هما كانوا ياخدوا أو أصلا كانوا ياخدوا دي بس دي ساعتها كانت عطلانة وما زال لسه عطلانة بنوظف فيها طب ودي الحق الله دي أوبرون دي عربية 1900 من القعدة ديت نجوى فؤاد معايا اللي ورا دي نجوى فؤاد كان بنعمل حديث للأستاذة نجوى فؤاد في بتاع ديت معادي وكان بتعمل حديث جوابات حاجة يعني وكان معايا ده كانت فيلم ايه نعم دي كانت فيلم ولا لا, لا 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 كان حديث ليها هي حديث خاص ليها هي وطلع انا واخدت دور معايا في نفس العربيات خبطت مذيع بالعربيه وكان في حوار يعني بالعربيه وكان في مشهد حلو ليا برضو موجود في العربيه طبعا مع الاستاذه نجوى فؤاد طب مين سمى حضرتك سيد سيما الاستاذ الكبير طبعا يوسف شاهين يوسف شاهين ليه بقى احكي لنا يعني اشتغل معاه من فتره قديمه طبعا من زمان وبعدين بيحس ان انا يعني بفهم في الشغل بتاعي في وقفة العربية في مشيها بجيب له كل العربيات اللي هو محتاجها للأعمال بتاعته أو خباك أعماله تبع المكتب أو بتاعته لا هو يعني سماني سيد سيما وعن الشركة كانت محترمة جدا الأستاذ جابي طبعا والأستاذ مريان ناس يعني بصراحة ما بيشتغل ما بيتفقش معهم على فلوس خالص طبعا بيدونا حق وزيادة بيدونا حق وزيادة ناس يعني محترمة جدا اللي هو المكتب بتاع يوسف شاهين طب قول لي ايه ابرز العربيات اللي انت بتعتز بشخصيا ان انت قدرت تحصل عليها عربيه ايه الابرز العربيات او احلى العربيات اللي انت بتحس ان انت يعني بذلت فيها مجهود كبير وبتعتز ان هي معاك يعني دول بقى اللي هو بيسموهم خلينا نقول احلى حاجه عندك ما هو احلى حاجه عندي العربيات دي كلها غاليه عليا انا بحس بالمتعه والحلاوه بتاعتها والشغل بتاعها فيها فن وفيها منظر وفيها جمال واي حد بتحب يعني يتفرج عليها واي حد عايز يتصور معاها وعايز خد بالك يشوف العربيه طبعا ويركبها طبعا وفي بعض الممثلين بتحب تركب العربيه عندي خد بالك تاخدها من ورا مني كده وتسهيني وتاخدها تركبها وتلف بيها كتير يعني ايه يعني تديهم عربيه في الفيلم مثلا وبعدين ياخدوها بياخدوها ساعات غير بره التصوير كمان يركبوها العربيه دي وراها قصه يعني شايف يوسف شعبان ده كنا بنعمل تقريبا مسلسل كان المخرج عادل صادق بتاع سود الجيب ويعني كان مش فاكر المسلسل اسمه ايه كان معايا الاستاذ يوسف شعبان موديل سنه كام انا ديت دي عربيه دي موديل تعدي 30 عربيه خباك جاور عربيه يعني شكله رولز رايز عربيه خطيره حلوه يعني بس غاليه اول حاجه غالي طب قطع الغيار بتلاقيها فين او بتصلحها مفيش كده غيار مفيش حاجه يعني زمان كانت نهايه ايام الاحتلال كانت الاكسسوار كان موجود هنا في مصر كان موجود بكثره يعني طبعا خد بالك ما جيهم الاحتلال مشي طبعا اصبح الاكسسوار كان بيجي لك من بره ما جاش بيجي اصبح موجوده الحاجات الموجوده دي هي على الرف ما بتخلص ما بيحطش غيرها خلاص ما بيجيش حاجه بتيجي تاني والعباد اصلا كانت موجوده كتير بكثره موجوده كتير في مصر فبتبذل طب احنا دلوقتي بنشوف المعرض بتاع حضرتك دي بقى برضو الكارتات القديمه والعربيات شفناها بقى مع الملك فاروق وغيرها من طبعا تمام في العهد الملكي ايه العربيات دي اللي بتشوفها؟ دي عربيه البيضة ديت ستاندر بانجر كان عملنا بيها شخلول باشرع عبائي كانت طالعه العربيه دي بتاعته هو في المسلسل بتاعه خدت يعني واخده دور حلو معاه وجبت الكارتات دي منين كلها انا كان في عندي حاجات قديمه ملكيه كانت طالعه من ضمن الكراكيب وبتاع كانت موجوده حاجات قديمه بس حاجات اصليه يعني اصليه كلها بتلاقيهم فين بشتري من كان في حاجات بتطلع لطات عند ناس ويعني كانت موجوده في برضه في اماكن تانية بره القاهره محافظات وبتاع ايوه حلو العربيه الحمراء دي عايز اركبها دي جاكوار برضه مكشوفه كوبرليه عملت برضه سماره مسلسل سماره عملنا بيها عمل شغل حلو برضه طيب انت في برضه عربيات عندك للفنانين بتاعتهم الشخصيه صح رشدي اباظه صح عندي عربيه رشدي اباظه استوديو بيكر وعندي عربيه صباح العربيه اسمها تزوتو وعندي عربيه يحيى شاهين عربيه روفر
وعندي عربيه ابو سامي النابلسي فيها التوبولينو. دي اللي هي بثلاثه؟ بثلاثه ديت دي عربيه اسمها شيميت. شيميت دي مش شيميت. عندنا صورتها الشيميت دي؟ لا 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 هي كانت موجوده بس مش موجوده الصوره بتاعتها، مش عارف عندكم ولا لا بقى. لسه موجوده عند حضرتك؟ والله يعني واحد صاحبي عز عليا وقال لي انا عاوز اديتها له، بس هي عربيه كانت يعني عملت بيها يعني كذا عمل، عملين اتنين تقريبا عملت بيها، عملت بيها تكريم الاستاذ كمال الشناوي بيها. وكان معانا عملناها في الاوبرا. وكان معانا المخرج عبد العزيز السكري. كان في بيكرمه كمال الشناوي والمخرج الكبير برضه حسين كمال، وكان ياخدوا جايزه، وكان معانا سياده الوزير فاروق حسني وخدوا جايزه بالعربيه. العربيه طبعا جينا هم طلب عربيه كوبرليه، وديته عربيه وديته عربيه كوبرليه دي خدها بتاع المسرح، خاف العربيه عشان دي تقيله على المسرح رفض، رجعني بيه العربيه، جبت له عربيه ثانيه برضه مكشوفه قال لا دي تقيله. المهم رابع عربيه اللي هي رسي عليها اللي ورثها له الصوره بتاعتها اللي هي بتاعت عجلات طول عبيد عطلانه، وحاليا المطلوب بتاعها احنا شايله وبتاعه، قال لي هي دي انا عاوزها. وديتها له. المخرج بقى عزيز السكري فكر بقى بسرعه، جاب 10 بنات لابسهم نفس حلو وحطينا العربيه عند الكواليس من السخبيه، وطلع بيها كمال الشناوي سيئه، هم بيزقوا العربيه وداخل خد الجائزه وزقوا تاني ودخلوها. يا سلام، يا ريت كان الحته دي كانت تيجي، كانت يعني كان نفسي اتفرج عليها في التلفزيون مش ملحقش نشوفها طبعا. يا ريت هنحاول نجيبها. يا ريت يا ريت. طيب انت حاولت تجيب كمان او تقتني عربيه طبعا الراحل العظيم عبد الحليم حافظ صح؟ كان نفسي اخدها ما حصلش نصيب يعني. ليه بقى؟ احكي لي ايه اللي حصل. يعني كانت قالوا مش اللي بيعوا بتاعه محتفظين بيها. كان محتفظين بيها مش عارف ايه؟ كان كادلك. كادلك ولسه العيله محتفظه بيه. ما اعرفش بقى انا ده فتره من زمان، كنت رحت اليوم قالوا لا مش هنبيعها. طب وخدت عربيه امين رزق ورجعتها تاني؟ خدتها فعلا واشتريتها وخلصت فيها واديتها الفلوس وكل حاجه. ورحت عشان اجيب العربيه، لسه العربيه كان في الحي الرودر بتاعه خبط القايم بالازاز بالباب كده عوج وباط. انا رحت طبعا اتضايقت من منظر العربيه، قلت لها انا مش عاوز العربيه واديني فلوس. خدت فلوسي منها وبتاع، وده اللي حصل. زعلت والله، كنت خدتها صلحتها، بس ده انا اتضايقت وصممت يا اخويا مش عاوزها. وجينا بعد كده عملنا معاها مسلسل. هي في مشهد هي تسوق العربيه السودو بيكر ديت على اساس ايه ما تعرفش السوق زي التعبان وبتاع، والعربيه تعوم منها وبتاع. خافت هي تعمل المشهد بالعربيه ديت. لا انا بقى لبست الجلابيه بتاعتها ولبست الطرحه، وجي المخرج بقى خد الايه المنظر بتاعي بس واخد من الجنب شويه على اساس هي سايق العربيه وانا سايق العربيه بتاعتها يعني اللي هي بتاعتي انا ديت. يعني حضرتك لبست امينه رزق. لبست الجلابيه السوداء والطرحه على اساس هي سايق العربيه عشان اعمل المنظر التعبان دوت بالعربيه يعني. ما بيعرفش السوق. طب ما في ناس كتير اكيد بتقابلهم مشكله من الفنانين ما بيعرفوش يسوقوا العربيات القديمه. ما في كتير. بتعمل ايه بقى ساعتها؟ بنعمل بقى انا المخرج بيديني فرصه يقول لي شوف الممثل ده هيعرف يسوق العربيه ولا لا. بشوف الممثل لو سال العربيه كويس خلاص وبديله اوكي. ما بسالش العربيه كويس انا بقول له لا، يعني شوف لو في المشهد ممكن يجيب سواق العربيه. لو قال لي لا لازم هو اللي يسوق، بنحاول احنا نستخبى في العربيه من ورا وبندخل العربيه بنزقها على المشهد اكنها داخله دايره وماشيه وهي بتلاقي نفسها بتزق. طيب انا عايز اوريك بقى الصوره كمان. صوره تشوف عربيه عزه صح؟ تمام. اسمها عزه؟ عزه هي كانت حمراء بقى. انا عملتها اصفر دلوقتي. طيب ايه قصه عزه على ما يحطوا لنا الصوره الشباب؟ الصوره بتاعتها المخرج طلب مني طبعا هي عزه طبعا الصفرة دلوقتي دي كانت احمر الاول، هو اللي عملها طلب عملها احمر. اخر يوم في عزه؟ لا فين؟ لا 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 لسه هي جت ورجعت دي؟ لا لا دي الاوبرون دي. طيب نكمل عزة عمال هم يجيبوها لنا. طيب ماشي. جه بقى في الاواخر هي دي في اواخر في منظر ما كانش عندي فكره بيه، قال لك العربيه دي هتنزل للميه. يا نهار ابيض هتبوظ بقى طبعا. دي العزه شمال يمين. هي دي عزه شمال يمين. مفيش قالك لازم تنزل مره في مشهد مكتوب كده لازم قبلك. جبنا العربيه طبعا صممت طبعا خباك عبتها تنزل مره، وبعد كده نطلعها ازاي؟ صعب.
طبعا ما فيش حد عنده فكره هيمروا العربيه وبعد كده يسيبوني. قلت لهم لا، هاتوا لي الحبال بتاعه الونش اللي هيشيل العربيه، او حطيتها وداريتها، حطيت اربع اتنين من هنا واتنين من هنا في سبيل اكتف العربيه المداريه عشان ما تنزل ميه، مين اللي هيلف ينزل يعدل العربيه ويكتفها ويطلع بيها. طبعا طبعا ده منظر طبعا، كان يسيبوني خلاص بقى بعد ما يخلص الماتش، ما حدش يعرفنا بعد كده. ربطت الحاجات دي بسلك وداريتها، عمل المشهد ونزل في الميه، وبعد كده جبنا الونش وطلعناها. بس العربيه طبعا باظت، دخلت الميه دي كانت صعبه طبعا، صعبه عليك. طب ومعودكم يعني، طب في ناس كتير بوظت لك عربيات طبعا، كتير كتير والله. يعني فيلم بتاع بتاع اسمهان، ما في عربيه برضو رميناها في الترع برضو، في كاميرات كانت بتصور الممثله، مش الفيلم، مسلسل. مسلسل مسلسل قصدي، العربيه اللي غرقت بيها في الاخر دي بتاعت حضرتك برضو. طبعا في كاميرات، في كاميرات جوه بتحط في الميه عشان تصور وهي الممثله موجوده في البتاع. معلش انا اسف، دي الشمت، دي الشمت. ايوه انا شفتها. هي دي، ايوه هي دي. في منها واحده صفرة، في منها واحده صفرة كمان، كان في المعرض بتاع الكلاسيك كارز موجوده يعني. ايوه يا عبيد، انا كانت حمراء، كانت موجوده كانت احمر. اللي عملت بيها التكريم بتاع الاستاذ كمال الشناوي كانت حمراء. هي اختها، هي مفيش خلاص، مفيش العجل ده خلاص انتهى، مفيش تاني. وده مصطفى فهمي صح، ورانيا فريد شوقي، ده فين؟ دي عربية سودا اوبل باين، دي مصطفى فهمي، دي السودو بيكر بتاعت رشدي اباظة، هي دي بتاعت، دي بتاعت رشدي اباظة. سودو بيكر. دي كانت في مسلسل ايه بقى ولا؟ مسلسل كان معانا رانيا فريد شوقي ومصطفى فهمي. كانت مسلسل برضه، لكن المهم ان دي عربية رشدي اباظة. عربية طيارة، شكل الطيارة بص قدام في كحكة وبتاعتها، لو بصيت وشها قربت وشها كده تلاقي شكل الطيارة. كان في زمان طيارة امريكاني اسمها ستيدو بيكر. وعشان كده معمولة عربية شكل الطيارة الستيدو بيكر. دي حاجة نادرة طبعا، دي نادرة العربية دي يا اخي، نادرة. ودي شايفين فنانة منى عبد الغني، دي منى كانت اغاني. عربية الصفرة بقى، ايه عربية الصفرة دي؟ دي بولايموس. بولايموس. عملت اغاني كتير مع منى، مع استاذة منى، كان بيستخدموها كليبات بقى وكده. كتير. وكان دايما اللي بيعمل الاغاني بتاعتها كان ابتدى يعني جميل مغازي. جميل جميل مغازي هو كان دايما يعمل الاغاني بتاعتها. طب العربيه دي حلوه قوي بقى، الزرق دي اوبرون. دي عربيه، دي عجله خشب، العربيه خشب. كوبرلي. عجله خشب، وفي باب من ورا، في كرسي تاني تفتح الباب تديك كرسي تاني. سنة كام شنطة بقى؟ دي 1900. 1900؟ طب غالية بقى الحاجات دي طبعا. والله بقى يعني قول لي أغلى عربية جبتها. أنا بحتفظ الحاجات دي عشان شغلي طبعا، ما أقدرش أنا أبيع ولا أعمل أي حاجة. أغلى عربية جبتها بكام؟ كلفتك بقى؟ أغلى عربية كنت هي اشتريت عربية ب 1800 جنيه، دي أغلى عربية، كانت أغلى عربية في الأيام القديمة. بس سنة كام 1800 جنيه؟ ما هو كانت برضه كانت في يعني أعتبر في السبعينات. كانت اغلى حاجه دي يعني. ما يوازي كام دلوقتي مثلا مصر؟ لا ما هو ده السعر دلوقتي يختلف خالص. يعني 900 ده اللي هو قد ايه دلوقتي مثلا؟ عدى يعني عدى كتير. ده يا تعمل رقم كامل، رقم كبير. نعم. طيب اعلى سعر انت في طبعا الناس بتجي لك تبقى عايز تشتري منك. انا ما ببيعش. لا لا لا، في عروض بتجي لك. انا جالي ناس بره عشان اطلع بالعربيات بتاعتي بره. متحف بره ما رضيتش طبعا، متحف بره، لان انا بحب السينما الوسط الفني طبعا. لو طلعت بره طب الوسط الفني مين هيكمل؟ مين هيكمل مكاني؟ انت حابب الموضوع؟ حابب الموضوع. طب بس ما جاش مثلا امير عربي ثري اجنبي عايز يشتري عربيه ورفع. كتير بيجوا بس انا ما ببيعش، ما رضيتش. حتى لو الرقم كبير ما ببيعش. طب وبعدين؟ لو تبعتها اجيب غيرها منين؟ طب مش فاكر عرض كده تقدم لك اغلى عرض تقدم لك قد ايه؟ لا 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 انا برفض، انا يعني ولا اسمع ولا برفض من اساسه. اساسه فاصل الموضوع من تمام. من بابه. دي حاجه والله انا يعني منبهر بحب حضرتك وشغفك للموضوع الحقيقه، مش بس فكره. طب عندك كام عربيه بقى تحكي لي؟ كام عربيه عدتهم؟ ما عندكم في المدينه اهو. يعني العجل كله في المدينه، في المدينه الانتاج عندكم تقريبا. اما احنا بنشوف بنعدي كل يوم. بس احيانا بنشوف عربيات متبهدله شويه، بيضايقك ده؟ ما هو البهدله ديت في مشاهد بيبقى طالبين عربيه مكسره وبايظه تحط ديكور او عربيه ولعوا فيها، برضو بنحتاجها برضو في الشغل. مش معنى العربيه كل العربيات تبقى سليمه. في كده وفي كده.
وبعدين ضغط الشغل عليا جامد طبعا، يعني عمال بوضب ليل ونهار شغال بالصناعيه بتاعتي والناس اللي معايا دول، مش ملاحق الشغل. العربيات بتاخد مجهود جامده وتصليح كتير، بتعب فيهم عبال ما اطلع عربيه واثنين وثلاثه. طب اللي ما بتلاقيش قطع غيره بتعمل ايه؟ بتعملها انت بايدك ولا ايه؟ بحاول اخلي العربيه شكلها هو هو، بحاول اعمل تعديلات بس من جوه، دي حاجات مداريه كده، بحاول اخلي العربيه على وضعها وشكلها. احيانا بتشتغل بايدك دلوقتي؟ طبعا لازم 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 احس بحلاوه العربيه وانا بشغل فيها وبصلحها مع الصناعيه والحاجات دي كلها. يا سلام. طب وولاد حضرتك برضو تعلمتهم؟ بيتعلموا. بيتعلموا بس خليتهم لما خدوا الشهادات، وبعد كده بقى بيشتغلوا معايا. ايمن طبعا ضمته معايا، هو اللي بقى ماسك الشغل دلوقتي، انا بوضب له عربياته وهو بيشتغل دلوقتي في الوسط يعني. هيك. طب احنا عايزين نوريك كليب. ماشي. لو استاذ سرجاني يورينا الكليب اللي جاي ده. طيب يلا بينا. ايه بقى العربيه اللي شفناها دي؟ ايه العربيه اللي شفناها دي؟ دي دي اوبرن اللي بقول لك عليها. دي اوبرن زي اللي احنا زي الزرقاء اللي شفناها من شويه. هي دي هي. اوكي. ده احنا بقى اشتغلنا بيها، وبعدين حصل زعابيب وهوا، الديكور كله وقع كله، وقعدنا 3 ايام مستنيين عم الجو هدي، وبدانا نشتغل في الاغنيه من تاني وبلك، وعملنا ديكور تاني وبدأنا نشتغل. يعني الاستاذ طارق يعني بصراحه تعب في الاغنيه دي، وقعدنا نشتغل فيها، قعدنا فيها 3 ايام نشتغل في الاغنيه دي. 3 ايام واستنينا 3 ايام، عملنا الزعابيب والحاجات دي راحت، وعمل ديكور تاني. بس هي بقت علامة. بقت لا وده من هو يعني، هو بيعمل اغاني حلوه جميله وبيديها ديكور حلو وشغل حلو يعني، بيصرف على الاغنيه. اخر حاجه عملت معاه اغنيه بتاعت اثاره، وعملت مع ورده برضو، كان برضو في اغنيه بتاعت ورده معاه، وفي اخر اغنيه بتاعت اصاله معاه. طيب طب اسالك سؤال، ايه اقدم عربيه عندك؟ اقدم واحده خالص بقى. ما هي الاوبرون. في اقدم من كده 1900. 1900 بس في اقدم تاني عندي 1908. دي ايه؟ 1908. زي عربيه عمر مختار، عربيه نادره برضو، عربيه حكايه. خد بالك نفس العربيات اللي كانت موجوده في عمر مختار، نفس العربيه بالظبط اللي هي الجيش اللي كان فاكرينها دي. فاكرها. طيب دلوقتي انت برضو اكيد محتاج مساعده شويه عشان تحافظ على العربيات دي، ايه اللي انت محتاجه؟ المحتاجه يا ريت، انا طالب مكان بتاع مقفول عشان العربيات الناس بتلعب فيها كتير وبتبهدل. يا ريت مكان مقفول، ويتعمل برضه للزياره تذكره للزياره، بس يديني مكان مقفول يعني، يبقى في حد قاعد يدخل ويطلع، اللي عاوز يخش ويتفرج ويطلع. عشان كده يبقى في حاجه مقفوله، متحف منعزل عنها يعني. هو يعني في دلوقتي بنشوف كل شويه ايفنت او حدث بيحصل بكل عربيات. الاستاذ اسامه هيكل رئيس المدينه هو كان طلب يعني يعمل مكان مقفول. وبالك للسياحه يعني، وبالك يبقى في حاجه يعني حاجه حلوه، ربنا يسهل. هو بقى مستنيين هو بقى. طب واحنا بندعوه كمان يهتم. وحاليا بس بطلب مكان مقفول دلوقتي لغايه ما نشوف هو يعمل. سطول ضخم ورا كل عربيه في قصه كمان، وبره في متاحف العربيات الكلاسيكيه. بعدين لما بيتعمل هناك كل احيانا بيتعمل هنا ايفنت او حدث للكل اللي هم مقتنين العربيات. تمام. بيروح الاف الناس تشوف. تمام تمام تمام. انت كمان عندك للشخصيات سياسيه مش فنانين بس، صح؟ عندي عربية. كان عندي عربيه فؤاد سراج الدين. فؤاد سراج الدين بقى كان عندي عربيه بتاعته. عربيه كادرك. كادرك بس بعتها. بعتها بحاجه غريبه يعني. واحد صاحبي جزار قال انا عاوز العربيه دي، قلت له خدها، ما كانش معاه فلوس، اديتها له. خدها ب 7000 جنيه. باشا سراج الدين وزير الداخليه ورئيس وزراء مصر. جه بعد كده خد بالك كل ما اجي اطلب منه فلوس اخد واخد بيها لحم. جريت لحم بيها العربيه. والله. عامة حاج سيد انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. الله يخليك يا استاذ. وكنا سعداء بوجودك معانا. الله يخليك. نتمنى بقى نشوف متحف باسم حاج سيد سيما. الله يخليك. الناس كلها تروح تزوره قريب. الله يخليك. نورتنا مرة ثانية. الله يخليك، شكرا. بشكركم مشاهدينا، إن شاء الله بكرة نشوفكم على ألف خير وصحة. شكرا. وسعادة وحلقة جديدة. شكرا. صباح الورد، خليكم معانا.